هذا واكد سعاده السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه ان ما تم استعراضه اليوم مع السلطه التشريعيه من مبادرات خفض المصروفات وتنميه الايرادات غير النفطيه من اجل تعزيز مساعي التعافي الاقتصادي الذي تطمح مملكه البحرين لتحقيقه بالسرعه الممكنه ياتي كمرحله من مراحل النجاح في مسارات التعاون بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه بما يعود اثره على الوطن والمواطن وقال حميدان ان المواطن هو احد اهم الاولويات التي تسعى الحكومه الى تحقيق تطلعاته وتقديم الخدمات له بجوده عاليه وان ما تم استعراضه من مبادرات ستسهم في تحقيق هذه الاولويه منوها بان مبادره تعزيز كفاءه وعداله الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين سيتم مناقشتها مع السلطه التشريعيه للوصول للاهداف المنشوده من هذه المبادره مؤكدا الحرص على ان يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين وهو ما تسعى اليه الحكومه من خلال مبادراتها المختلفه بتعزيز الاستفاده للمواطن من الدعم الحكومي